ايه جاني سناب ميل فتح فتح سربي خلاص سربي خلاص سربي خلاص سربي 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 تمسح السلام عليكم. بلا شك انكم كلكم عندكم واحد الامنيه هو انك ترسل لواحد الميساج ولا واحد الايميل وان فوا يقرا داك السيد اللي رسلتيه له يتمسح الميساج بوحدو بحال داك الشيء ديال ميسيون امبوسيبل. This message will self-destruct in 5 seconds. If I let you know where I'm going, I won't be on holiday. سناب شات كان اول موقع كيطبق هذه المساله ورجعت بالفعل حقيقه. من هنا تخذت الفكره ديال سناب ميل. سناب ميل هو واحد الاكستنسيون اللي كتزيدها لجوجل كروم اللي كتعطيك الامكانيه انك ترسل الايميل لواحد شخص اخر ولكن كيتمسح 60 ثانيه بعد ما كيقرا هذاك الشخص. انتبه الاسطوانه ستتحطم ذاتيا ولكن علينا ان نتفائل. هذه الاسطوانه تتحطم ذاتيا بعد اداء مهمتها، هذا معقول؟ خرجوا بنفسك. وهاد المسألة كتنفعك بزاف ديال الحالات، خصوصا الا كنتي باغي ترسل معلومات مهمة لشي شخص اخر بحال مثلا مود باس او مثلا نيميرو ديال الكارت فيزا او اي معلومات تكون سرية ولا كونفيدونسيال. وسناب ميل كيصلح بالضبط للشركات لانه هما اللي كيبغيو يتخلصوا من دوك لي تراس ديال المعلومات اللي كيتبادلوها مع الشركاء ديالهم. حاليا هاد الاكستنسيون كتخدم فقط مع جوجل كروم والبواط جيميل ديالو، وقريبا غيتم التطوير ديال هاد الاكستنسيون للمتصفحات الاخرين بحال سافاري او فايرفوكس، كما غيتم التطوير ديالو للبواط ميل الاخرين. ولو ان سناب ميل كيحلين واحد المشكل كبير هو اننا ما نقدروش نخليو لي طراز، فكاين واحد الحل بسيط باش انك تقدر تحتفظ بهاد الميلات. سهله، دير كابتور ايكرون. بطبيعه الحال الكابتور ايكرون هاد القضيه اللي كنديروها حتى في سناب شات. مشكل اخر هو انك لو بغيتي ترسل لواحد الايميل شخص اخر ضروري خصو يكون قصير لان عنده فقط 60 ثانيه باش انه يقراه، او انك ترسل ليه تصاور. المهم خاصك ترسل ليه شي حاجه اللي ما كتضيعش الوقت اولا غادي تمسح ليه، لانك وانت كتشوف الميساج تيكون عندك واحد الكونتر روبور اللي كيقول لك شحال بقاو لك من ثواني قبل ما يمشي لك الميساج. الوليد راه صيفط لك واحد سناب ميل. اصبر شوف اوليدي. الوالد صافي بلا ما تقرا، راه ماشي عاد سوبريما، راه مات وشبع موت. المهم كيفاش كيشتغل هاد سناب ميل؟ مساله بسيطه، باش كترسل الميل لشخص اخر ما كيترسليش مباشره، بل ان الميل كيمشي كيتحط في السيرفر ديال سناب ميل. من بعد الشخص اللي رسلتي ليه الميساج كيتوصل فقط باللينك اللي كيصيفطو لهاد الميساج ديالك. هكذا الشخص الاخر من بعد ما كيدخل السيرفر ديال سناب ميل ويقرا الميساج اللي صيفطتي ليه كيتمسح مباشره. غير واحد المساله اللي خصنا ننتبهوا ليها كلنا، هو ان بزاف ديال الاشخاص تيستعملوا هاد ليكستنسيون باش يهاكيو لي كونط ديال ناس اخرين. اذا خصنا ننتبهوا مزيان للميساجات اللي كوصلنا ونسيكيوريزيو الكونط ديالنا. غير اللي مهم هو ان جيميل خطا خطوه جديده ويوم على يوم كيزيد القدام بهاد لي زوبسيون جداد ديالو وكيزيد يبعد على المنافسين ديالو. واللي مؤكد ايضا هو ان اغلب المواقع ديال التواصل الاجتماعي غادي تحاول في المستقبل انها تمشي في نفس هاد الخط، اي انه غتولي عندك امكانيه انك ما تخليش لي تراس في مواقع التواصل الاجتماعي ديالك. هاد لوبسيون اللي زادها مؤخرا حتى مواقع ديال فيسبوك، حيث انه ولا عندك الحق اي منشور حطيتيه في الفيسبوك تختار الوقيته اللي بغيتي انه يتسبريما بوحدو. انا كيبان لي هاد سناب ميل يصلح للدراري اللي كيعرفوا بزاف ديال البنات ما كيخليش لا تراس، يديروه شنا في واتساب زعما. ايوا حنا كنتسناو ان هاد الخاصيه تزاد في كاع المواقع التواصل الاجتماعي الاخرى. ايوا اش غنقول لكم، واقولوا باز وصافي، نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله.